هي ملابسات حادثة اقتحام ميليشيا الحوثي لمنزل الناشطة ابتسام أبو دنيا والاعتداء عليها بالضرب في صنعاء؟ هل هذا هو مصير كل من يخالف الحوثيين أو يطالب بصرف راتبه؟ وهل لا يزال هناك أعراف قبلية يمكن أن تحول دون هذه الجرائم؟ أهلا بكم. أقدمت قيادات تابعة لميليشيا الحوثي على اقتحام منزل المدرسة والناشطة ابتسام أبو دنيا بصنعاء والاعتداء عليها بالضرب أمام أولادها ومصادرة تلفوناتها وأجهزتها الإلكترونية. واتهمت الناشطة أبو دنيا في صفحتها على الفيسبوك قائد ميليشيا الحوثي في حجة المدعو وليد أبو دنيا بارتكاب هذا الاعتداء، وطالبت أسرتها وقبيلتها بالانتصاف لها منه. وتنشط أبو دنيا على مواقع التواصل الاجتماعي في مطالبة الحوثيين بصرف الرواتب وقضايا الفساد الأخرى التي ترتكبها الميليشيا بحق المواطنين. قضية أبو دنيا نموذج لمنهجية ميليشيا الحوثي في التعامل مع مخالفيها في تجاوز صارخ للأعراف الاجتماعية التي تجرم اقتحام المنازل دون سابق إنذار، وكذا الاعتداء على النساء بالضرب داخل منازلهن. هل ستأمر هذه القضية مرور الكرام على أقارب الضحية والمجتمع في صنعاء؟ وهل ستنجح سياسة الحوثيين في إرهاب المجتمع وضمان عدم رفع أصوات المخالفين؟ ادفعوا للخلق رواتب من فين ما دفعتوا؟ ما هكذا هتفت المواطنة ابتسام أبو دنيا في وجه ميليشيا الحوثي مطالبة براتبها ورواتب الناس المقهورة، فتعرضت للضرب والاعتداء عقب اقتحام منزلها من قبل عناصر الميليشيا. لم ترتكب ابتسام ذنبا، كل ما في الأمر أنها طلبت براتبها، لكن هذه دولة الميليشيا، ففي عهدها أصبحت المطالبة بالراتب وحق الحياة جريمة تستدعي الاعتداء والإذلال. إما الموت جوع أنا وأولادي أو أبيع شرفي أو أصير أشحت، حتى لو شحت ما عاد حد يديني، لأنه الناس كلها جاوعة وكل واحد يلا يقوم بعياله، حتى أهلي ما مش قادرين يلا يتهفوا أنفسهم، يلا يأكلوا عيالهم، يلا بالكاد بالكاد، وأنا مسؤولة عن بيت معي عيال ومعي أي شفعل، ما بش معي ما ناكل، ما معنا للمرتبات حقنا، وهذا لا بيرحموه ولا بيخلوا رحمة الله تنزل، لا يشتوي الدولة لهم ضرط رواتبنا ولا يشتونا نطالب برواتبنا ولا يشتوا حتى الحكومة الشرعية تدي لنا رواتب، طيب احنا ايش نفعل؟ يقضي اليمنيون تحت سلطة الميليشيا حياة لا تفرق كثيرا عن الموت، بل إن منهم من يموت جوعا، فيما يقبع الآلاف في السجون ويتعرضون لتعذيب وحشي. يجني الحوثيون أموالا طائلة من النفط والضرائب والجمارك والإتاوات التي يدفعها التجار، وتحت سلطتهم يموت البسطاء من الناس جوعا. لا أحد يمتلك الحق في الاعتراض هنا، فكل صوت يعلو بالاحتجاج يجابه بمسلحي الميليشيا التي يبعثها قادتهم للقتل والاعتداء والضرب والمصادرة بحق كل المحتجين. كابتسام تعيش آلاف النساء يعتصرهن الجوع والخوف معا، أو يتقاسمهن بطش الميليشيا وعنف مسلحيها. خلال أعوام الانقلاب تعرضت مئات النساء للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين حوثيين، ظاهرة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت العاصمة صنعاء حالات اختطاف عشرات النساء والفتيات واحتجازهن وتعذيبهن في سجون سرية بصنعاء دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية. تحولت صنعاء لمعتقل كبير، معتقل محكوم بالإرهاب والعنف، مواطنون عزل في مواجهة سلطة القمع، لا أحد يدافع عنهم، ولن تجد لقضاياهم وجودا في تقارير منظمات تلاحقها اتهامات بالتسييس والانتقائية، فيما تبدو مهمة تخليص مواطني هذه الجغرافيا من سلطة العصابة، وقد أصبحت جزءا من التاريخ لم تعد على أجندة أحد. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الصحفية والناشطة الحقوقية نبيلة سعيد، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة نبيلة. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة نبيلة. لو بدأنا من حادثة ابتسام أبو دنيا، امرأة في صنعاء تم الاعتداء عليها داخل منزلها كما استمعنا للتقرير، يتم ضربها وضرب مبرح أمام أولادها، كيف تابعتي ذلك؟ والله احنا لو نظرنا الى بدايه التاريخ، تاريخ القمع
الميليشياوي اللي الذي بدأ في سبتمبر 2014. سنتحدث عن انتهاك صارخ وواضح وصريح أمام المجتمع اليمني أولا تحديدا للأعراف والتقاليد اليمنية التي كان تميزها عن المنطقة العربية. يعني معروف أن اليمن المرأة اليمنية فيها لها اعتبارات كبيرة جدا في أي مشادات وأي يعني وأي خلافات وأي يعني تصبح المرأة اليمنية هي الخط الأحمر التي لا يمكن أحد يتجاوزه، لا بكلام ولا بسب ولا بشتم ولا بأي نوع من أنواع الانتهاكات. لم تعرف المرأة اليمنية الدخول في معمعة هذه الانتهاكات إلا منذ أن أتت هذه الميليشيات حقيقة، يعني وليس أي انتهاك، يعني هناك اختفاء وهناك اختطاف وهناك ضرب وهناك شتم وهناك تعقب وهناك أيضا إذلال، يعني أحيانا يكون هذا كله بالعنية للمرأة اليمنية. نعم. يعني هناك فعليا صورة ألا تجدين هذا الأمر يعني كسر للأعراف اليمنية طبعاً. هي المتداولة والمتعارف عليها هي عدم المساس بالمرأة وحرمة ذلك. بالضبط، هي زاوية من بعثرة الكيان اليمني لم يتجرأ عليها أحد إلا هذه العصابة. هذه العصابة تفهم ماذا تعني المرأة اليمنية وماذا تعني أن المرأة اليمنية هي خط اعتباري كبير جدا لا يمكن الدخول من أي ناحية من جوانبه، يعني كأنها بشكل مباشر يعني تنتهك عرفا وتقاليد تعاقبها الأجيال دون أن يمسوا بها بأي شعرة حقيقة. يعني إذا اسمحي لنا أستاذة نبيلة أن نستضيف ضحية اعتداء ميليشيا الحوثية الأستاذة ابتسام أبو دنيا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة ابتسام. أهلا بك وحمد الله على السلامة أستاذة ابتسام. يعني ربما دفعت ضريبة وقوفك أمام ميليشيا الحوثي عن الشعب اليمني الصامت تحت ظل هذه الظروف. بداية نود أن تحكي لنا ما الذي حدث معك في منزلك بصنعاء. الله يسلمكم. حصل دائما أنا أنزل منشورات مقاطع فيديو طالب تدرات أكثر من مرة. هذا الفيديو الأخير اللي بعد قرار رئيس الوزراء لأنهم رفضوا يتعاملوا بالعملة الجديدة، وأنا يعني من حقهم الحكومة الشرعية تصرف مشروعات ما لما تفشى العملة الجديدة. طبعا أنا نزلت مقطع فيديو ثاني يوم على طول لي راح يختبر في الجامعة بختبر من الترم هذا السنة ملعون الدخول الجامعة. قال لهم ليش؟ قالوا له روح شوف الفيديوهات حق امك. سكتنا ما خلاني طبعا. قال لي بردي خلص لا صحافه وش قسم شكلهم الجماعه حامين عليكم. نفس الكلام بعدها يعني يوم السبت الماضي دكت واحده، يعني احنا عامين في بيتها، دكت واحده بتقول لبنتي افتحي انا اعرف ايش انا خالتك أنا من بيت أبو دنيا الصحية أزواج فيها باسمها يعني وفعلا فتحت الباب بنتي بتقول لها أين المشكلة تاكل؟ قالت تايها. قالت لها خلي ريلوني داخل ما بس. قالت لها ما في تايها. بنتي بتفتح الباب هكذا ما بتشوف يعني بتشوف كلبي تهفو الباب من ورا هكذا وما بتشوفش الرجال. بعدين فتحت الباب بنتي بتحاول تفتحها في يوم على الباب صاحت لاخوها تنقادت جاء لاخوها فتحت لهم وياها فتحوا الباب ودخلوا. وطبعا بدي اسالي وكل سنه قاعد تمر السياح وقاموا انا كنت جالسه انا وكان في عندي سنت البنات واحده هربت المطبخ والثانيه هي ساعات ما كان كنا بشعرنا اصلا وكنا جالسين في بيتنا يعني ايوه انا بسترينك وبنتي جالبان صالون وجالسين يعني في امان الله. مثلنا هم لا دخلوا شفت بالتالي هكذا ناس ما عرفتهمش كنت اقول لهم ما ننسوا انا بين دور حاجه جنبي اتكسر يعني وانا وانا اشوف يعني كنا احنا بيت ابو دنيا بس بعدين يقولوا في امان انا ما عرفتهم ما ننسوا كنت اقول لهم كانوا يقولوا هي الامن الدومي يبين لنا ما ننسوا ما الامن الدومي ليش انا ما بعرف ما ننسوا يعني هو
الاخير ما عرفتش كان دخلت الصندل ومعهم عوالي وجعبها تزول ثم طيبهم هذا خلص اول ما بدا السمير كان يضربني والعير كانوا يدافعوا عني مكسور بعد السفر عليها السمير وجبت من جهه الصندل يقول لي كانت اشتري مرتب من السيد مرتب الكاتب يا اشتري مرتب من السيد اشتري قال كل هذا ويحل لي الصندل لا تمر كل هذا كل هذا لم تشتري مرتب من السيد في رقم هذا وانا لجأت يعني مني مخيط مثلا ما كان عاد يستوعب كان انهم يتم 10 15 واحد ما كنتش اشوف يعني كنت اشوف الصندل وبلده نازل كان يدقوني انا والعيال والعيال طبعا كانوا يحاولوا يتحاموا علي واحدة من اللي كان عندي يعني ما راوا حتى حرمت كذا مرة غريبة يعني حتى هم يعني انا ما اعرفهم ولا عمري شفتهم نعم كانوا حاموا علي كسروا يد البنت هذا اللي كانت عندي وهي يعني واحد كسر نصرته وواحد كسر رجله وبنتي كانوا يجرجروها بشعرها ويكفوها وحتى يعني سهلوا منها وهي حاولت تخرج بداعي كان احنا بيتنا جنب المحكمه قالت تبعي العسكر حتى المحكمه كنت الناس في نازل في الطريق مريحين لها رجعوها داخل الشقه كانوا يضربوها اللي عندهم رجعوها ولا بالباب من خارج لما يكملوا طيب يا وبعد ما كملوا راحوا لهم وانا مش مستوعبه يعني انا تركت الا بعد ما مشيت ايش اللي حصل؟ طيب بعض الوسائل الاعلام تداولت انه يعني انه الاشخاص اللي دخلوا لك هم من الاسره استاذه ابتسام وحاولوا انهم يحولوا القضيه الى قضيه اسريه استاءت من ظهورك في الفيديو. اي اسلوبهم طيب هي اسلوبهم يعني انا ما اعرفهمش من الاسره ولا مش من الاسره انا ما اعرفهمش مش انا داريه منهم في البدايه. انت من الاسره كيف من الاسره انا عمري ما شفت ولا عرفت واحد منهم حتى هو هذا اللي قالوا انهم تبع انا سالت يعني قالوا لي هم طيبوا اثنين لما سالت قالوا هم من عيال هذا اخوته الواحد اسمها بيت ابو دنيا واخوته ومدري ايش قلت لهم طيب هذا انا ما اعرفه اصلا هذا اللي رسل هم انا ما اعرفه ما اعرفه ولا عمري شفته ايوه من فين بعرف من فين طلع لي هذا؟ يعني تتوقع انه مجرد يعني احضار اسم من اسم العائله لتتويه القضيه ليرجعوا يحولوها انها قضيه اسريه، هل تتوقعي هذا الامر؟ ولا فعلا في شخص بهذا الاسم؟ ممكن حتى هو في كل هم تابعين حتى هو نفسها في الشرطه اليوم وتابع وقايه الميليشيات حتى الحوثي في محور حجاج عمل. نعم. هو الذي يجند المقاتلين للحوثي وقايه والكل معاهم. يعني هم طيب. اي حد اصلا يقتحموا بيتي حتى لو من اهلي. حتى لو من فترتي اي حد يقتحموا بيتي. انا ما نسي قاصر ولا انا نوم ولا انا معي عيالي شباب مشنبات اصغر واحد من عيالي 22 سنه ما عندهم احنا حشرات او اي شيء يقتحموا بيوت الناس. من هم لا ولا حتى اهلي ولا حتى من هم باي حد يقتحم بيتي ما يشك له. كسرت من دمها اللي يقتحم بيتي. من طيب. هذا لما يجي يقتحم بيتي ولا هو بيت ابو دنيا ما يتكلم بيت ابو دنيا. طيب أستاذة ابتسام ماذا عن موقف أسرتك الفعلي يعني هل ربما أنا تابعت بعض المنشورات التي كتبتها في صفحتك وجدت أنك تحدثت عن وقوف أخوك معك وتضامنه ويعني هو حسب عمتي يعني بس هو كتب يعني هو احتج على الطريقة اللي دخلوا بها يعني قال لهم مش عن حق تدخلوا تضاربوها اتصلوا هذا ما سمعت بخرج هذا ما صارت كذا بس ما يحتاج مش بس لازم تويدي كم لازم على شيء قال انا ما اسمحش لكم بس مضبوط سرقوا حرمة بيتها تكشفوها وشعرها بهذا هي وبنتها اي حد تضربها ولا تضربوا عيالها ما لكمش اي حد صحيح. يعني في نهايه الامر منزل الانسان هو اكثر مكان امن بالنسبه له استاذه ابتسام أيوة يعني نعم احتاج يعني على هذا الاسلوب صحيح هذا اسلوبكم مرفوض يعني ما يحتاجكمش بهذا الطريقه اسلوبك حتى لو انتم من بيت ابو ما يحتاجكم صحيح افعلوا هذا طيب استاذه ابتسام يعني اسمحي لي ان اسالك يعني الفيديوهات التي نشرتها ربما نحن تابعناها انا تابعتها قبل ذلك وشعرت انه في يعني مش عارفة إيش أوصفها بالضبط بس يعني كنت مندفعة أنه تتحدثي بهذه الشجاعة وأنت في صنعاء
تعرفي الميليشيا بالضبط وسلوكها وانتهاكاتها للنساء وما فيش عندها اي حرمانيه؟ ما خفتيش وانت بتعملي هذه الفيديوهات؟ لا اكيد يعني اكيد خايفين، بس واحد يعني يعني ايش يفعل، ايش يفعل، ايش يفعل يعني ايش المطلوب مننا بالضبط؟ يعني نسكت نسكت ونجوع او ايش؟ هو يا اما تسكت ونجوع يا اما تصير تشحت، حتى لو ما تصير تشحت ما عاد احد يجي لك، الناس كلهم جاوري يا اما تبيع شغله تاكلوا بشر. طيب شو بيعوا؟ انا ما رميت لا ايش اهلي انه عيالهم الجبهه هذه يستغلوا الناس اللي هم مساكين ولو معاهم شباب يشلوا عيالهم الجبهه هذه يستغلوا 30,000 كسر لكن بيقسموا عيالهم للموت بيشتروا منهم عيالهم ال 30,000 هذه اللي بيتوها لهم ما عاد يفعل لهم ال 30,000 هذه اللي بيتوها لهم بيقسموا عيالهم. ثانيا انا ما رميت 18 سنه وانشغلت حضرت الصخر بظوافري لما ارتدهم رجال وشباب وجات لهم لهم يقاتلوا في الجبهات، الحرب حرب وحدهم، احنا نشتري مرتبات لا دخلنا، احنا نشتري رواتبنا، احنا نشتري رواتبنا. طبعا يعني ونحن نتابع ردود الفعل على ما حدث استاذه ابتسام، وجدنا ان البعض يقول يعني بالتاكيد هم ينتمون للميليشيا بطريقه او باخرى، لانهم يعني اكثر ما اثارهم ليس فقط مطالبتك بالراتب، هو حديثك عن السلطه بانها سلطه شرعيه، يعني هذا اكثر ربما ما كان يتم تداوله، انه طالما انت معترفه بهذه كسلطه شرعيه فلما انت هنا يعني بمثل هذا. هذه السلطه شرعيه اوكي، الرئيس هذه سلطه شرعيه، انا انتخبت هذه، لكن هذه مشوا في الدستور الجمهوري، هم بسطوا على السلطه، على الملك الفوزي بسط على السلطه بقوه الجنسيه، صاروا بسطوا السلطه وجمع لها حشود طبيعيه وقال لهم الكلمة ودجاجه مشويه وقال لا شرعيه لا شرعيه، الحين ياثر الحين، السلطه سلطه امر واقع، التقارير الدوليه بتعتبره سلطه امر واقع، هو ملزم بموجب القانون والدستور والعرف والاخلاقيه انه يدفع رواتب، بنتك مو بما يتفق موجب الدستور والقانون بما يعادل سلطه الاولى بحكم انه سلطه امر واقع، انا لما قطعوا الرواتب انا كنت في عدل 100 دولار، الان بيصير كل خمسه ست اشهر نص مرتب 20,000 يعني ما تكملش 40 دولار، ما ادري علي الاسعار زادت بدل الضعف 10 بدل ما كنت اشتري 5 كيلو رز ب 1500 ريال الان 5 كيلو رز ب 5000 مش من حقهم اصلا. نعم طيب عليهم يدفعوا رواتب للخلق كامل طالما هم ما يستشهد عملوا بالامنه الجديده يدفعوا رواتب. طيب استاذه ابتسام، بعد ما تعرضتي له من اعتداء، هل تواصلت معك منظمات حقوقيه، منظمات معنيه بالعنف ضد النساء، اي جهه من هذا القبيل؟ اطلاقا لحتى الان ما فيش اي حد تواصل معي، انا يا دوب يعني انا ما قدرت اتكلم وانا في صنعاء لما خرجت من موضوع سيطرتهم، وبعدين الان يعني هذا تقريبا اول حوار لي. طيب يعني لكي اطمئن ويطمئن الساده المشاهدين، انت الان في امان انت وابنائك ان شاء الله؟ نعم الحمد لله انا في امان الان. الحمد لله، ربنا يديم عليكم نعمه الامان اولا واخيرا، وباذن الله يتم انصافك استاذه ابتسام، ونحن سنقوم بما علينا من واجب اعلامي نحو قضيتك وقضيه الاف من المضطهدين في سلطه الميليشيا. شكرا جزيلا لك ابتسام ابو دنيا، الضحيه التي تعرضت لاعتداء ميليشيا الحوثي، كنت معنا عبر الهاتف. اذا تعليقك استاذه نبيله لما استمعت لها. والله انها صوره مهينه وشيء مخزي جدا، يعني بلا شك بلا شك ان هذه الصوره ستقوض حضور هذه الميليشيا، ستقوضها مع يعني لحظه فلحظه ستتقوض حضور هذه الميليشيا على الساحه اليمنيه، وسياسة السلطة المفروضة بالقوة مثل هذه الانتهاكات، نحن نعتبر هذه يعني أبو دنيا هي قضية كل امرأة يمنية تم انتهاكها، إما بشكل حقيقي مادي معنوي ملموس أو بشكل غير ملموس بانتهاكات يعني محاصرة كل ما يمكن أن يبقيهم على قيد الحياة، مثلا رواتب، خدمات أساسية، كل هذه التفاصيل تحكي قصة انتهاك حقيقي للمرأة اليمنية ولصمودها، وكأنه فعلا يعني
كسر خط الصمود الاسطوري الحقيقي يعني على مستوى الوطن العربي اللي تناضل فيه المراه اليمنيه، يعني نموذج. طيب يعني اليس خط اخر ايضا تقوم به ميليشيا الحوثي وهو افزاع من يحاول التحدث؟ يعني ممكن. تحدثت الاستاذه ابتسام وهذا هو جزاؤها، فمن سيجرؤ للحديث بعد ذلك؟ يمكن ان انظر لها من زاويه اخرى، انها ممكن تكون هذه هي بدايه القطره التي تاتي بعدها السيل من الاصرار على المطالبه بالحقوق. هذه حقوق، يعني ليس من حق احد ان يصادر قوتي في الحياه، ليس من حق احد ان يصادر حقي في التعليم، حقي في ان يكون ان يقتحم اي او ان يقتحم اخص الخصوصيات يعني. ليس من حق احد ان يبقيني في مساحه الظلم او في مساحه الذل او في مساحه الـ يعني الاقصاء او العنف او الانتهاك، ليس من حق احد. هذه نقاط إذا تم التركيز عليها ومعالجتها أولا بأول والتحدث عنها وإثارتها إعلاميا حقيقة، هي قد تشجع، وليس ممكن تثير حالة من الرعب، تشجع كل الصامتين أن يتحركوا وأن يكونوا مثلها أو يكونوا يعني بشكل دائم مطالبين بحقوقهم، لأنه ما الذي يعني يزيد مساحة سلطة القمع هي مساحة السكوت أو الصمت. فكلما تقوضت مساحة الصمت والسكوت، ولا نرد أن نبرر أيضا بالخوف، لكن كلما انتهت هذه المساحة ستظهر مساحة التحدث ومساحة المطالبة ومساحة الأخذ للحقوق المفترضة والمرصودة لعامة اليمنيين وليس فقط للمرأة اليمنية. نعم. أستاذة نبيلة، نلاحظ أن مسلسل الحوثيين واعتداءاتهم خاصة بما يتعلق بالنساء يتطور يعني مرحلة تلو الأخرى، اعتقال النساء، اختطاف النساء، تلفيق تهم شرف وما إلى ذلك، أيضا يعني يصل الأمر إلى الدخول إلى المنازل دون مراعاة حرمانية المنزل، التستر وراء امرأة حتى يتم فتح الباب، يعني وكأنها تحكي شيء لا يمكن استيعابه أنه يحدث في اليمن. يعني ربما كان القاتل لا يجرؤ على رفع السلاح على قاتل أبيه لأنه يمشي وبجواره امرأة في السابق، الآن الوضع يعني نحن كما أسلفنا أنه هناك يعني تعدي واضح وكأنه مدعوم، يعني لأنه المساس بالخيط الأخطر في اليمن، الخيط خط النساء وخط المرأة اليمنية هو الخط اللي هو يعتبر خط الخطر، لأنه ممكن في اليمن انتهاك يعني أحد أفراد الأسرة من النساء معناه انتهاك للأسرة كامل، وربما يعني ممكن يذهب عشرات الرجال مقابل انتهاك أو سب أو شتم أو التعرض لأي أحد من النساء. هذا هو المتعارف عليه في البيئة اليمنية. أنت الآن كأنك تقوض مساحة الاحتفاظ بالكينونة هذه وتصدر يعني صك يعني ماذا، جراءة غير معهودة وقبح غير معهود وسلطنة غير معهودة، لكنها هي في الطرف الآخر بداية كشف قناع حقيقي لكل الذين كانوا يتغنون بسياسة الأمر الواقع. نعم. والذين يعني ما زالوا يعني بطريقة أو بأخرى يدافعوا عن وجود هذه الميليشيا. نعم. إذن أستاذة نبيلة، هناك تغييب حقيقي للمنظمات الحقوقية المعنية بالانتهاكات وخاصة فيما يتعلق بالنساء، لماذا تغيب هذه المنظمات فيما يحدث في صنعاء؟ ممكن تتحرك الملفات، يعني هكذا ممكن نقول، ممكن تتحرك الملفات الآن طالما في قضية واضحة. الآن هناك انتهاك ربما لم يحدث، كل الانتهاكات التي حدثت من اختطاف و إخفاء وكانت ربما خلف الستار، لكن هذا انتهاك في ضوء الشمس لامرأة يمنية في الدخول إلى يعني المساحة الخاصة فيها وهي بيتها، معناها أنه هناك سيكون تحرك، لكن متى لا نستطيع أن نحكم، لكن إحنا نحكم على التحرك للمنظمات الذي كان قبل حادثة أبو دنيا. هي تحركات متواضعة زهيدة، يعني لا تخرج عن إطار كتابة تنديدات وشجب ويعني تقارير رقمية وإحصائية بسيطة متواضعة، كأنها يعني تسدل الستار عن كما يقال عن نفسها وعن وجودها عن كينونتها في الساحة اليمنية.
إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الناشط الحقوقي والسياسي البراء شيبان عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بك وبضيفتك الكريمة. أهلا بك أستاذ براء. كيف تابعت ما تعرضت له الناشطة ابتسام أبو دنيا من اعتداء من قبل قيادي حوثي ومجموعة من المجندين معه؟ نعم، أعتقد أن الظاهرة يعني صارت ظاهرة مخيفة، كون أن هناك الآن رقابة حتى على ما يكتبه الناس على حتى على صفحاتهم الشخصية، وكون أن الاعتداء تم من قبل مشرف حوثي، وهي كانت ظاهرة ربما حاولنا أن لا نصدق أنها موجودة، أن المشرفين الحوثيين مهمتهم أيضا ليس فقط الناحية الأمنية بل مراقبة الناس، ماذا يكتبوا، ماذا يتحدثوا، بماذا يتم التداول فيما بينهم. وهذه الحالة من الرقابة الأمنية حتى على ما يكتبه الناس لم تكن موجودة من قبل. النقطة الثانية أن ابتسام أبو دنيا عندما القضية التي ناقشتها هي قضية المرتبات، يعني هناك تخويف مستمر بحيث أن الناس تخاف حتى أن تناقش أبسط حقوقها وهو ما يتعلق بالمرتب على سبيل المثال. وأخيرا ملاحظة الاعتداء على الناشطات، يعني نحن كنا ندرك أن نحن في اليمن دولة محافظة ولا يتم الاعتداء فيها على النساء حتى عندما تكون هناك اعتداءات من أي جهة كانت، يعني المرأة دائما كان يحفظ لها مكانتها، لكن حتى هذا الخط تحاول الآن جماعة الحوثي أن تتجاوزه. فأعتقد أن هذه حالة جديدة وخطيرة بنفس الوقت، ولذلك أنا أعتقد أنه من هذه الناحية يجب على المجتمع والناس بشكل عام أن يتنبهوا بحيث أن لا تصبح هذه عادة تمكن أي سلطة مجرد أنها تسيطر على حياة الناس أنها ممكن أن تفرض قيود إلى هذا الحد. نعم، إذا نسمح لي أستاذ براء أنت والأستاذة نبيلة أن ينضم معنا أيضا المحامي عبد الرحمن برمان عبر الهاتف من الولايات المتحدة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. كيف تفسر تصاعد مسلسل العنف ضد المرأة من قبل ميليشيا الحوثي؟ طبعا الميليشيات الحوثي لاحظت أنه منذ انقلابها بعد أن كان ينزل كثير من الشباب إلى الشوارع وتم جمعهم انتهت الحركة الشبابية وحركة الرجال في مقاومتها بشكل كبير جدا، وظهر صوت المرأة هو الأقوى والأكثر معارضة للجماعة. لاحظنا ذلك من خلال رابطة أمهات المعتقلين، من خلال كثير من الحركات مثل حركة كفا وغيرها التي هي حركات نسائية كانت تواجه جماعة الحوثي وتواجه الأعمال التي تقوم بها. هذه الحركات اتخذت منحة حقوقي تطالب بالحقوق مثل إطلاق المعتقلين والرواتب وما أشبه ذلك، وكانت مطالبهم قوية وردود أفعالها خارجيا وداخليا قوية ولها قبول كثير وسببت إحراج كبير للجماعة، وبذلك لجأت الجماعة إلى عملية الجمع النساء مثل عمليات الاعتقالات. لاحظنا عنده مقتل علي عبد الله صالح سكت الرجال بل خرجوا جميعا مع جماعة الحوثي الذي كانوا بجوارك، خرجوا يهنون جماعة الحوثي بمقتله الذي كانوا مقربين صالح، لكن النساء اللواتي كانين من أتباع صالح وغيره خرجين يواجهين جماعة الحوثي ويطالبين بجثمانه، وحصلت عمليات الجمع الشديدة التي تعرض لها. وبذلك نلاحظ أنه اليوم الحركة التي تواجه الحوثي الحركة المدنية الداخلية هي حركة نسائية تسعى جماعة الحوثي إلى جمعها وإلى محاولة إسكات هذا الصوت الذي يسبب حرج كبير. لاحظنا أنه في قضية ابتسام أبو دنيا الفيديوهات التي نشرتها يعني لاقت رواج كبير جدا وانتشار واسع، عملت عملية نوع من اليقظة ونوع من الإحياء عملية المقاومة. تخشى جماعة الحوثي أن هذه الأصوات أن تتحول يوما من اليوم من الأيام أو ربما يكون قريب إلى عمليات احتجاجية في الشارع، وخصوصا مع في ظل صعد رفض وجود الأذرع الإمارات في الأذرع إيران في العراق وفي لبنان وفي مناطق كثيرة من العالم، تستعد جماعة الحوثي للانتفاضة التي ربما تحدث في القريب من قبل اليمنيون وترى أنه سيكون طليعتها النساء.
نعم. إذا أستاذ عبد الرحمن، يعني يصر الحوثي على استخدام النساء وعلى كسر الأعراف والتقاليد اليمنية بشكل سيء، برأيك ما الذي يمكن أن يقوم به المجتمع بجميع مكوناته، خاصة المجتمع المدني إن حددنا، يعني ما الذي يمكن أن يقوم به من أجل الحد من هذه الانتهاكات ضد النساء؟ نعم، هو لابد أن يكون هناك تضامن كبير وواسع، لابد من هذه القضايا يجب أن لا يسكت عنها، يجب أن توصل إلى كل مكان، خصوصا الحوثيين لديهم يعني فريق كبير جدا موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي بلدان كثير من العالم يحاول تحسين صورة الحوثيين ويظهرهم على أنها جماعة مظلومة، جماعة يعني أقلية تعرضت للانتهاكات. يجب أن يقوم المجتمع المدني ومنظمات المدنية والناشطين إلى توضيح الجرائم هذه، وخصوصا الجرائم التي ترتكب بحق النساء وحق الأطفال، وإظهار الجماعة على حقيقتها وممارساتها على حقيقتها. يجب أن لا يسكت اليمنيون جميعا هذه الممارسات التي تحدث، يجب أن تكون هناك مقاومة مدنية من قبل المنظمات المدنية والناشطين حتى لا تستمر، وحتى نستطيع أن نوفر الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين يمارسون المقاومة الداخلية. يجب أن يكون لديهم ردة فعل، ويجب أن لديهم مناصرين في كل مكان في أنحاء العالم، ويجب أن نتبنى قضيتهم ونظهرها في وسائل الإعلام لدى المنظمات الدولية ولدى هيئات الأمم المتحدة ولجنة الخبراء يعني اللجان التي هي معنية بحقوق الإنسان في هيئات الأمم المتحدة، وأن لا يسكت على هذا الأمر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة. أستاذة نبيلة، ربما يعني سألت الأستاذ عبد الرحمن عن دور منظمات المجتمع المدني ودور المجتمع بشكل عام، ولكن لو حددنا منظمات المجتمع الدولي خاصة المدني، خاصة العاملة خارج اليمن والتي هي بعيدة تماما عن ضغط ميليشيا الحوثي، ما الذي يمكن أن تقدمه لابتسام وغيرها من المعنفات؟ إحنا الآن نتحدث عن المرأة اليمنية أول يعني بشكل عام، نعم، وما تعيشه من انتهاكات في المساحة التي ظهرت فيها هذه الجماعة المسلحة الإرهابية التي تحكم بسياسة الأمر الواقع. أعتقد أنه نحن أمام تحدي حقيقي في أنه لابد لهذه المنظمات التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان خاصة المحلية التي تشتغل في الخارج، أنها أمام دور حقيقي لإظهار مثل هذه الانتهاكات على السطح، ويعني يحدث فيها حشد للرأي العام الدولي والمحلي والعالمي، ويحدث فيها حراك حقيقي ويحرق فيها يعني ويكشف القناع الحقيقي عن هذه الجماعة المسلحة. هذه نقطة يعني في أبجديات عمل هذه المنظمات طالما هي متواجدة خارج اليمن، يعني عندها مساحة من العمل الحر، تستطيع تناشط، تستطيع تكتب الهاشتاجات، تستطيع تنتقل أنواع كثير من الفيديوهات التي تندد بهذه الجريمة. الأمر الآخر، سيكون هناك نوع من الحراك ولو كان غير ظاهر في الداخل اليمني، مثلا في صنعاء وفي المحافظات ولنقل شبه المحررة، في أن تتحرك بشكل وتندد عبر وسائل الإعلام، تندد عبر المنصات الإعلامية، تندد عبر ملفات حقوقية بحتة، تطالب بأنه إلى هنا ويكفي يعني، وتصبح قضية أبو دنيا يعني ابتسام أبو دنيا هي قضية كل مرأة يمنية تعاني في أي محافظة من المحافظات المنتهك حقوقها. صح. في اليمن خاصة نحن نتحدث عن إرهاصات كبيرة حدثت في الخارطة اليمنية، من المجاعة، من الأوبئة، من غياب الخدمات الأساسية، من مطاردة لإقوات الناس، غياب الرواتب، هذه السنة تدخل الرابعة في غياب رواتب الناس الذين يقتاتون فقط على الراتب. نعم. يعني هناك ملف حقيقي وجاهز استطاعت ميليشيا الحوثي أن تخدم نفسها، يعني تخدم تخدم الآخرين بيدها. يعني قضية الانتهاك الصارخة هذه هي ملف حقوقي جاهز للشغل عليه من المنظمات التي تعمل فعليا في هذا الملف. نعم، دعني أنقل هذه النقطة لك أستاذ براك، كونك ناشط حقوقي وسياسي أيضا، حول ما الذي يمكن تقديمه لابتسام ولكل النساء التي يتعرضن لهذا التعنيف من قبل ميليشيا الحوثي، وكيف يمكن أن تكون هذه المنظمات العاملة في الخارج صوت من لا صوت له؟ يعني أنا أعتقد أن جزء كبير من المعركة هي معركة رأي عام،
وكثير من الناشطين دائما يستغربوا أنه التضامن يعني الكثير بالنسبة لأمثال هؤلاء الضحايا أو لأمثال هؤلاء الناشطين الذي بعض الأحيان ممكن أنهم بسبب الظروف التي يعيشوها قد يفقدوا الأمل. التضامن له قيمة معنوية كبيرة، ولكن الأهم أن يشعر أن قضيته حاضرة، أن القضايا مثل قضية ابتسام أبو دنيا أنها قضية حاضرة يتداولها الجميع، بحيث أنه تشكل على الأقل رأي عام باتجاه ما يحدث. والنقطة الثانية وهو أعتقد إلى حد ما يعني هناك فرق كبير في التداول حتى في الأوساط الحقوقية منذ بداية الحرب في اليمن. جماعة الحوثي تم يعني صورتها مشوهة كثيرة على عكس ما يعتقده ناس كثير في 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 كثير من الأوساط الحقوقية والمنظمات الدولية. وأحد الأسباب الرئيسية أن هناك كان عمل مستمر، صح أنه كان بطيء أو لم يكن أثره مباشر في لحظتها، ولكن مع استمرار العمل وتقطيع مثل هذه الانتهاكات وعدم فقدان الأمل، هناك شعور عند ناس كثير أن جماعة الحوثي فعلا جماعة قمعية سلطوية تقمع حتى الحقوق الأساسية للمواطن. وأعتقد أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأمثال ابتسام أبو دنيا التي حقيقة تخوض بالنيابة عن اليمنيين معركتهم جميعا. هي الآن لا تتحدث فقط بلسانها كمواطنة أو كمعلمة، هي تخوض الآن معركة اليمنيين جميعا الذين يشعروا أن كرامتهم انتهكت، الناس الذي يشعروا أنهم لم يستطيعوا الحديث. هي تتحدث من مناطق سيطرتهم بلسان المجتمع المدني سواء في الداخل أو في الخارج. نعم، إذن كيف برأيك يؤثر البعد الاجتماعي في موضوع الانتهاكات ضد النساء؟ يعني هناك انتهاكات كثيرة، هناك خطف، هناك تلفيق تهم، والأهالي لا يتحدثون. تطورت المسألة وبدأ الدخول إلى المنازل وضرب النساء، يعني هناك كسر حقيقي لمسألة العرف أو العادات والتقاليد لدى المجتمع اليمني. أنا أعتقد أن جماعة الحوثي تحاول أن تسابق الزمن بحيث أنها تحاول أن تطبق واقع جديد. تصير هناك حالة من الرهبة مغلفة بنوع من القدسية لهذه الجماعة، بحيث يخاف أي مواطن من الحديث أو الانتقاد حتى ولو بالحد الأدنى لممارساتهم. ولذلك نرى يعني وحشية في التعامل واستخدام عنف يعني مبالغ فيه. اعتقد انه من المهم جدا لا يشعروا ان المجتمع المدني فقد الامل، انه ممكن ان يستمروا بهذه الممارسة، وان تستمر الحالة الحقوقية حاضرة مهما كانت التحديات والأوضاع التي يمر بها المجتمع المدني داخل اليمن. يستمر النقاش، أن يستمر يعني خلق رأي عام يواجه هذه الجماعة، والتي أنا أؤكد لك وأؤكد لكل من يتابعنا أنه سوف يؤتي ثماره عاجلا أم عاجلا. سيأتي اليوم الذي تتشكل فيه رأي عام يستطيع باللحظة التي يرى الناس أن هناك إمكانية لزوال جماعة الحوثي أن تلتف حول مشروع موحد ويبني للمستقبل كذلك على أساس أن أي مشروع قادم هو قائم على أساس حفظ الحقوق، صون كرامة اليمنيين، حفظ حقوقهم الدستورية والقانونية وكرامتهم كإنسان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إليك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، لو تسألنا عن دور وزارة حقوق الإنسان في كشف هذه الاعتداءات ورصدها وتوثيقها وإيصالها أيضا للعالم. أنا كتبت نقطة هنا وإحنا نتحدث مع يعني استوحيتها من كلام البراء. الحقيقة أن استمرار الحالة الحقوقية حاضرة في المساحة اليمنية هي كأنها ما يشبه تجميع أعواد الثقاب لإشعال النار في وجه هذه الجماعة المسلحة.
وهي تجهز نفسها بنفسها لهذه الحالة، يعني محرقة للمحرقة الحقيقية. والأيام ستجلو يعني الوضع الحقيقي للكذبة الكبيرة التي افتعلت في 2014 بخصوص أنه ما يعرف أن الجماعة هذه خرجت من أجل المطالبة برفع الجرعات سعر البترول في وقتها. الآن الشعب اليمني كله في جرعة. أما بالنسبة للدور المفترض أن تقوم به وزارة حقوق الإنسان، هي أعتقد أنها هي المعنية يعني هي المعنية التي يقف على عتبتها التحدث أو العمل الحقيقي الممنهج أو العلمي العملي في مساحة حقوق اليمنيين حقيقة، وخاصة الانتهاك الذي يمس النساء. أعتقد أن احنا نحتفظ في اليمن بحالة فريدة جدا، يعني كما أسلفت سابقا أن تضاهي أو يعني تكاد تكون الفريدة في المجتمع العربي، أن النساء لهم خصوصية عالية جدا حتى في أي مشادات لفظية، فما بالك في المشادات التي تمس مثلا يعني مثلا الخصوصيات الأخرى. فهذه يعني فالدور هذا يتطلع به وزارة حقوق الإنسان. ممكن كما أسلف أخي البراء أنه ممكن احنا نعمل ما يسمى إيصال المجتمع اليمني إلى مساحة المساحة الكاملة اللي هي مساحة الرأي العام أو الرأي اليمني المتوحد حول رفض هذه الانتهاكات بطريقة أو بأخرى، الوصول إلى قناعة كاملة بأن هذه الميليشيات انتهت مدتها وانتهى تاريخها وانتهى زمانها، والمساحة التي تحركت فيها في الأربع سنوات الماضية في الخمس هي مساحة كشفت عن مساوئ حقيقية في بنية في يعني كشفت الوجه الإجرامي البشع الذي تتبناه مشروع الهدم للحياة التي تتبناها هذه الجماعة. هذه الأدوار كلها لن تظهر للساحة اليمنية ولن تتراءى للمجتمع الدولي إلا إذا اشتغلت وزارة حقوق الإنسان بالطريقة المهنية التي تساند وتعاضد مثل هذه الحالة التي تتحدث عنها ابتسام أبو دنيا، من حالات المطالبة بحقوق الناس في الرواتب، مثل حالات المطالبة بحقوق إيجاد الخدمات الأساسية بكثير من هذه الحالات. إذن هل تعتقد يا أستاذة نبيلة أن المجتمع سيعمل على ابتكار أدواته في رفض هذه الميليشيا والمطالبة بحقوقه؟ أنا يعني تصوري البسيط أعتقد أنه هناك فعلا سيظهر حالة من العمل، وهناك بارقة أمل بلا شك، طالما أن هناك من ينادي سيكون هناك آلاف المنادين بحقوقهم. اليوم واحدة من النساء عن نساء اليمن، غدا سيكون هناك آلاف مثلها يتحدثون عن حقوق النساء وحقوق الإنسان اليمني في الريف وفي المدن في أي مساحة جغرافية. هناك فعلا الآن ربما يمثل هذا بارقة أمل ضد الصمت الذي يحصل الآن في أو ضد يعني لأنه ما أعتقد أنه في مساحة رضا كبيرة جدا، هو مساحة صمت خوفا أو تجنبا أو حذرا، لكن هذه المساحة ستتقلص مع الوقت طالما هناك آلاف من ابتسام وهناك آلاف من النساء الذين يسجلوا يعني اعتراضهم ويسجلوا رفضهم ويسجلوا دائما مطالبتهم الحقيقية بحقهم في أي حق من الحقوق اللي يعني يحافظون بها على وجودهم في الحياة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيلة سعيد صحفية والناشطة الحقوقية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.